كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. احتضنت مدينة طنجة الأربعاء الماضي فعاليات مهرجان قفطان البغاز في دورته الأولى ضمن محاولة لإبراز جمالية القفطان المغربي. وبالنسبة للفنانة معنا بزاف ديال ليزارتيست منهم قادر جابوني يعني المغني دراي كبير ديالنا كاين لمياء الزايدي عاود مغنية الشامل ديالنا ساهية كاين زكريا أحمد كاين ميميح وإن شاء الله في الدورة الثانية أتكون شي حاجة إن شاء الله طوب ويكون المفاجآت. الدورة التي عرفت مشاركة عدد من المبدعات الواعدات في مجال التصميم والقفطان افتتحت بندوة صحفية عرفت مشاركة مجموعة من الفنانين الذين أحيوا فقرة هذه التظاهرة التي عرفتها جوهرة الموضة المغربية طنجة. يشار إلى أن هذه الدورة عرفت مشاركة 5 مصممين في مجال القفطان المغربي بالإضافة إلى 4 مزينات في مجال تزيين العرائس. هذه أول مشاركة لي في هذا المهرجان وأنا فرحانة بزاف. دخلت بواحد تيم فيه لمسة عصرية حافظت على الأناقة المغربية ديال المرأة العربية والحمد لله القفطان المغربي رجع قفطان عالمي وحنا دورنا كمصممين يعني دائما خصنا نزيدوا القدام ودائما نعطيوا الجديد للمرأة العربية. التظاهرة عرفت أيضا مشاركة فنانين في مجال الغناء كلمياء الزيدي قادر الجابوني وزكريا أحمد وغيرهم. وقد تخللت فقرة هذا المهرجان لحظات تكريم مجموعة من الأسماء في المجال الإعلامي والأدبي كأمينة سوسي والكاتب محمد العصري.